حبيبته واللي كان راسم معاها مستقبل لقدام. تصير بنت عم امي، يعني ايش تبي تقول؟ واحد مينون، واحد مينون. هي كانت في مشاكل من قبل وهذا اللي صار، ما لها اي ذنب نهائيا. والحكي اللي قال ماما الحمد لله كانت متزوجه عندها عيال، ما تربط هاي علاقه مع هذا الشخص. هذا الشخص شافها منتزع الخيرات. انا لله وانا اليه راجع، ببالغ الحزن والاسى ننعي انفسنا وجميع اهل الكويت الاوفياء اللي وقفوا معانا بكل احاسيسهم وجوارحهم. هذا اللي حصلنا كلنا لكم راح يقتلها وقتل اختي ونهجي منه، نهجي منه مليون طعنة. الله يلعن على الجريده اللي قاعد تبرر حق النيابه ووكيل النيابه والداخليه. يا ما ناشدت انت الداخليه فيها. في الغرب يبتعدون عن الشباب العربي قدر الإمكان، لهم يعرفون الخصلة هذه موجودة لدينا وهذا واقع. السلام عليكم. لو انت متعرفش القضية بتاعت فرح أكبر وموضوع القتل اللي حصل، اتفرج على الفيديو ده لغايه الاخر. قصة بدات معايا لما كنت في رمضان اللي فات، رمضان 2021، كنت بعمل تحليل للشخصيات اللي كانت في برنامج رامز جلال، وفجاه لقيت كذا كومنت بيكلمني لو سمحت حلل لنا شخصيه قاتل فرح. انا ما كنتش عارف ايه القصه، بس لما لقيت كومنتات كتير بتتكلم في الحكايه دي فقلت حاضر ماشي. دخلت على اليوتيوب، جبت كتبت قاتل فرح اكبر، لقيت ظهر قدامي الفيديو اللي انتوا شايفينه ده، شخص بيبص من شباك، بيخبط على شباك جامد وهكذا. خدت الصوره سكرين شوت وابتديت ان انا احللها، والتحليل بتاع الشخصيه ان هو مش قاتل. اي بني ادم في الدنيا ينفع يقتل، بس في سمات معينه في الوجه، السمات دي معناها ان الشخصيه دي قاتله. لكن الراجل ده اللي هو اسمه فهد ده شخصية مش قاتلة، لكن ممكن يقتل زيه زي اي بني ادم، بس لو اتحط في موقف معين. فانا رحت حللت الصورة كده على الماشي، لان برضو الصورة ما كانتش واضحة قوي، وقلت الكلمتين اللي انا قلتهم دولة، وبعد كده قلت انا من رأيي ان في ملابسات في القضية علشان كده هو قتل. كلمة ملابسات دي تتفهم بمعنيين، معنى ان ممكن تكون هي السبب، ومعنى التاني ان ممكن يكون هو غلطان بسبب موقف معين حصل خلاه يتنرفز او حاجة زي كده، لكن في الحالتين هو قاتل. الغريبة ان انا فوجئت بكومنتات، كمية شتايم عمالة تنهال عليا بطريقة غريبة جدا. طب انا كان تحليلي حتى دبلوماسي، يعني ما يعني انا حتى الصورة ما كانتش واضحة لدرجة ان انا عرفت اجيب تفاصيل عن حياته ولا اي حاجة زي كده، فكنت مستغرب من الكومنتات دي وقلت خلاص. بس لاحظت حاجة غريبة بقى، في ناس كتيرة جدا كانوا بيعلقوا بيقولوا على فكرة ده مش كويتي، هي الشخصية دي كويتية والقضية دي عموما حصلت في الكويت، كانوا بيقولوا ان ده مش كويتي ده مصري، والكلام بقى اللي هو ايه مصري زيك وبتاع، المصريين هم اللي يعملوا كده. ايه اللي مخلي الموضوع يوصل للدرجة دي؟ وانا اعرف ناس كتير من الكويت، ناس قمة في الاحترام، يعني ما ينفعش اعمم واقول مثلا ان شعب الكويت بيفكر بالطريقة دي ولا حاجة زي كده، لغاية ما بالصدفة وخلاص نسيت القصة يعني. والغريبة برضو ان الفيديو ده كان بيجيب مشاهدات رهيبة. بالصدفة وانا بتفرج على اليوتيوب عادي بقلب فيه كده، لقيت الموضوع ده ولقيت ان في ناس كتيرة بتتكلم فيه والموضوع طلع كبير. انا حتى كنت معتقد ان هو اتحكم عليه بالاعدام والحكم اتنفذ. اللي عرفته بقى بعد كده ان هو اتحكم عليه بالاعدام بعد 8 ايام، ودي تقريبا اسرع قضية في الكويت لان هي اتحولت لرأي عام. طيب لما هو كده برضو الناس ليه بتعمل كده في الكومنتات؟ ابتديت بقى ادور في الموضوع. اول حاجة اكتشفتها ان كل الكومنتات اللي عمالة تغلط فيا كلها تبع عيلة فرح. طيب انتوا بتغلطوا فيا ليه برضو؟ انا ما طلعتش البنت الله يرحمها بطريقة وحشة، فهي الناس برضو بتغلط ليه؟ ابتديت برضو ادور اكتر لغاية ما اكتشفت بقى الاتي. بصوا الكلام الاول المتضارب كالاتي: فهد عايز يتعرف على واحدة اللي هي فرح، وعايز يتعرف عليها بالعافية، فهي مش عايزة تتعرف عليه، فهي ماشية بالعربية هي واختها، فرح هو خبط العربية بتاعتهم وراح واخدها بالعافية من ايديها، ركبها جوه عربيته وراح قتلها، وراح وداها عند مستشفى نزلها عشان تتعالج وجري. دي القصة الاولانية وما لهاش اي علاقة بالمنطق. القصة التانية ان هي فرح دي الله يرحمها متجوزة وعندها بنتين على حد معلوماتي يعني. القصة التانية ان هي على علاقة بفهد ده اللي هو القاتل، وهي متجوزة في نفس الوقت.
وفهد بيصرف عليها هي واختها، واختها بالمناسبة محامية، بس هي التايتل بتاعها اللي هي كاتباه غريب شوية كده، دبلومة ماجستير. يعني انا برضو مش فاهم يعني ايه دبلومة ماجستير، بس هو في موقع اسمه ماجستير، الموقع ده انت بتشتري منه دبلومة ماجستير دي بحوالي $50 $100 حاجة زي كده يعني، الله اعلم. انا بقول لكم بس الكلام اللي انا شفته او عرفته. فاختها المفروض ان هي محامية، حتى انا معرفش هل هي اللي بتترفع في القضية بتاعتها ولا لا. المهم القصة التانية ان هي وفرح كانوا راكبين العربية، وفرح على علاقة بفهد، فهد جالهم، وبعد كده فرح نزلت ركبت معاه وقعدوا مع بعض في العربية شوية، وبعد كده اتخانقوا، وبعد كده هي اتقتلت. مع في جميع الحالات هي اتقتلت، وفهد خاف عليها راح بسرعة يوديها المستشفى وشالها ودخلها فعلا المستشفى، وبعد كده العسكري اللي برا او ضابط الامن اللي برا قال له اركن العربية بتاعتك بطريقة صحيحة عشان كده انت موقف الشارع حاجة زي كده يعني. فهد نزل غير مكان العربية ومعرفش بقى دخل المستشفى تاني ولا لأ، برضو عدت ادور في حاجة زي كده معرفش. الغريبة بقى ان في تضارب في الاقوال ومفيش اي اثباتات على اي حاجة. يعني مثلا اخت فرح اللي هي دانا مصورة الفيديو المفروض يعني ان فهد خد فرح بالعافية وركبها في عربيته وقتلها، بس الفيديو ده زي ما انتوا شفتوه كده مجرد واحد عمال يخبط على الازاز بيتكلم حتى كلام كده انا ما فهمتوش بصراحة، وبعد كده ركب العربية. بعد كده كملت الفيديو النمرة بتاعت العربية متصورة، ودانا عمالة تصوت فيما معناه يعني انقذونا واعتدى علينا وحاجات زي كده. الفيديو ده ما يبينش اي حاجة ولا يفهم اي حاجة. في فيديو تاني وهو عند المستشفى وبيجري بالعربية، ينفع الفيديو ده يبقى بيهرب، وينفع الفيديو ده يبقى بيعدل الركنة بتاعته علشان يركن كويس زي ما ضابط الامن قال له، زي ما الناس اتكلمت. النقطة التانية السكينة اللي اتمسكت معاه، السكينة دي صغيرة جدا كده، حاجة زي سكينة القصافة مثلا، والجرح اللي في فرح الله يرحمها طوله 10 سنتي، يعني سكينة كبيرة ضربت بيها. طيب ايه علاقة ده بده؟ برضو محدش يعرف. في كلام برضو تاني اتقال ان السكينة اللي اتقتلت بيها اصلا مش موجودة، قال لك ان فهد وهو ماشي بالعربية رماها من العربية فاختفت خلاص السكينة فمحدش لقيها، فالجرح اللي فيها ده محدش عارف السكينة دي فين اللي اتقتلت بيها. في برضو ناس بتقول ان فهد وفرح وهم قاعدين في العربية اتخانقوا مع بعض، وهو شخص عصبي على فكرة، هنيجي في التحليل بتاع الثلاث شخصيات دلوقتي. فهما بيتخانقوا مع بعض خبط ايديها، هي كانت معاها السكينة الصغيرة فالسكينة دي دخلت في بطنها عورتها. برضو حتى لو الكلام ده صح، طب ما هي برضو السكينة ما زالت صغيرة، برضو ما تعورهاش اللي هو العشرة سنتي. ناس كتيرة اتكلمت مفيش اي كلام ليه اثباتات واضحة. يعني انا لو قاضي بكل الفيديوهات اللي انا شفتها اللي هي معروضة على اليوتيوب وكل الكلام الموجود ده، مفيش اي اثباتات تدل على اي شيء. مش قصدي ان انا بشكك في القاضي، لا، ما هو القاضي اكيد عنده حاجات مش معروضة على اليوتيوب. برضو مثلا فيديو من الفيديوهات الغريبة جدا اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، دي تقريبا خالتها في المستشفى وما بتعيطش ولا في اي اكشن، مجرد ما خدت لبالها ان الموبايل بيصور، ما هو الموبايل بيصور ده مش حد قريبهم، ده حد من بره، مجرد ما خدت لبالها من الموبايل ابتدت ان هي تعيط وتولول وكده. طب يعني الناس دي مش فارقه معاهم ان فرح تموت مثلا ولا ايه؟ ما تفهمش. فطبعا الحل الوحيد ان احنا نحلل الشخصيات دي عن طريق علم الفراسة، ولكن برضو لازم نراعي ان فرح دي في النهاية واحدة متوفية، ففي حرمة للميت، فبالتالي مش هينفع احلل كل حاجة، انا بس هحلل الحاجة البسيطة اللي هي ليها علاقة بالقضية، وهحلل طبعا فهد وهنحلل دانا. ومش هينفع ان انا اعرض الصور، لان انا اللي فهمته ان دانا لما بتلاقي دانا دي اللي هي اخت فرح واللي هي المفروض محامية، لما بتلاقي اي فيديو على اليوتيوب بيفضحهم مثلا، ده المصطلح اللي بيتقال يعني على الفيديوهات دي اللي هو مثلا فضيحة قضية دي مثلا، هي بتكلم اليوتيوب علشان يمسح الفيديو ده. بس الصور بتاعت الفيديو هحطها لكم دلوقتي حالا اهي، وبس كده. انت بقى ايه، رجع الحتة دي، وقف الفيديو، خد سكرين شوت علشان تعرف انا بتكلم على ايه في التحليل. طيب نبدأ التحليل. اول حاجة قدامي نحلل فرح. فرح باختصار شديد يعني الوجه بتاعها يعتبر اللي هو الوجه البيضاوي على الوجه المعين اللي هو الوجه المختلط، ماشي، ده شخص بيكون مثالي، بيتعامل مع الناس بمثالية، ينفع تكون غلاطة شوية يعني ممكن تنرفز الشخص اللي قدامها. واخر حاجة ممكن ان انا اقولها هي متعددة العلاقات، ولكن كلمة متعددة العلاقات مقصودش بيها ان هي خاينة، لا، ولكن ينفع الشخصية دي تكون متجوزة وتعرف شخص تاني، تعرفه لأسباب مختلفة، عشان بس ايه، احنا بنتكلم على واحدة متوفية فمش عايزين نقول كلام
ممكن نتحاسب عليه يوم القيامة، لكن ينفع ان هي تعرف راجل تاني لأي سبب أيا كان. وعلى فكرة من ضمن الحاجات برضو ان في ورقة او توكيل، تحديدا التوكيل ده قدموه الناس اللي هم تبع فهد، بيثبت ان هو كان من سنتين عامل لهم توكيل هي ودانا، لان برضو من ضمن الكلام اللي اتقال ان هو كان بيصرف عليهم جامد جدا، بيصرف عليهم كتير لان هو شخص غني. فدي بالنسبة لتحليل شخصية فرح. بالنسبة لتحليل شخصية فهد، فهد ينفع يتقال عليه شخص عصبي، وينفع يتقال عليه هو برضو على فكرة الوجه بتاعه الى حد ما يعتبر وجه بيضاوي، فبالتالي برضو الشخص ده مثالي، بيظهر دايما المثالية اللي عنده. ولو لاحظت هتلاقي الجفن بتاعه طالع، مش اللي هي العين التحليلية، مع الحواجب اللي هي القوس دي اللي فيها هتلاقيها من هنا منفوخة جامد، فبالتالي حواجب اللي هو الشخص الدقيق. ينفع ان انا اقول الشخص ده ينفع يضحك عليه، ينفع فعلا يصرف على ناس ببزخ لمجرد ان هو يظهر قدامهم بان هو شخص مثالي وحاجات زي كده. لكن هل العلاقة اللي كانت بينهم علاقة كده ولا لا، مش هينفع اقول حاجة زي كده اصلا، زي ما اتفقنا هي متوفية فايه. لكن ما تفهمش من كلامي ده ان وانا مش عايز اقول، لا كلامي ده ممكن يكون او لا، انا مش هوضح اصلا، ومش هتفرق معنا قوي على فكرة في القضية عموما يعني. لكن تعالوا بقى لشخصية دانا. دانا بقى الشخصية دي لا واضحة جدا، اولا عندها عين كبيرة وعين صغيرة، مع الوجه ده، الوجه ده بيضاوي مثلث، الوجه ده ينفع ان انا اقول عليه وصولي على فكرة، ينفع ان انا اقول عليه شخص غيور. الانفة بتاعتها هتلاقيها طويلة جدا واخدة شكل كده معين، مع برضو الخطين اللي هم ماشيين هنا اللي هو الشخص اللي احنا بنسميه مرتشي. طبعا انا هنا مش هينفع اقول انها مرتشية لان هي مش موظفة يعني ولا حاجة زي كده، ولكن الفكر ده مع الحواجب اللي هي نازلة جوه اللي هو الشخص اللي عنده حتة جلد الذات، يعني بيعمل حاجات غلط كتير في ناس يعرفها او بيحبها فبيقلب نفسه عليها، ينفع ان انا اقول ان هي كانت غيرانة جدا من اختها بسبب حاجة معينة الله اعلم برضو ايه هي. والدقن بتاعتها هتلاقيها اللي هي الدقن المستقيمة، حتى لو انا شايفها في الصورة غلط هتلاقي الدقن نازلة لتحت، يعني حتى لو مدورة ونازلة لتحت الاتنين تقريبا نفس المعنى، شخص مجادل، شخص مشاكس، في الحالتين ينفعوا في الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده. برضو من ضمن الحاجات اللي في دانا لو لاحظنا هنلاقي يعني هي العين بتاعتها عندها حتة اللؤم برضو وعندها حتة الانتقام. طيب انا ده يكفيني على العموم لغاية كده. طيب حتة الانتقام دي بنعرفها منين؟ لما بتلاقي احنا اتكلمنا فيه قبل كده بيبقى المثلث اللي هنا بتاع العين نازل لتحت شوية كده، الشخص ده لو حد جه عليه بينتقم منه جدا. لما يكون الشخص ده غيور بيبقى في معتقداته ان في ناس كتيرة جدا بتيجي عليه فهو عايز ينتقم منها. اللي انا مستنتجه لغاية دلوقتي والله اعلم ان فرح كان في علاقة بينها وبين فهد. فهد ينفع فعلا لو كان شخص غني زي ما انا سمعت يصرف عليها ببزخ، فبالتالي هيصرف على اختها لان اختها هتتدخل في الموضوع، وينفع اختها تقول لها لو فرضا ان العلاقة كده يعني، ينفع تقول لها لو ما خليتهوش يصرف عليا انا هقول لجوزك، ينفع الكلام ده. ولكن انا ما اقدرش اجزم هل هي مع علاقة مع فهد علاقة كده ولا لا، ما اقدرش اجزم بحاجة زي كده. ولكن دانا تعمل كده في الحالة دي، فهد انا اقدر اقول ان هو كان بيصرف على الاثنين زي ما اتفقنا. انا مفترض ان فهد ده شخص غني فعلا زي ما انا سمعت، لكن انا معرفش يعني، انا بحلل بناء على معطيات اتقالت لي، معرفش اذا كانت حقيقية ولا لا. فالموقف اللي انا متخيله كده ان دانا وفرح كانوا راكبين العربية فعلا، والمفروض ان هما متفقين ان هما هيقابلوا فهد، ودانا اعتقد كده ان هي حاولت تعمل علاقة مع فهد، علاقة حب يعني، مش قصدي علاقة حاجة وحشة، حاولت ان هي تحب ويبقى في علاقة بينهم قوية مثلا، وفهد رفض ايا كان السبب. فدانا قررت ان هي تنتقم من الاثنين مع بعض. كانوا راكبين هما الاثنين في العربية، والمفروض ان في اتفاق بينهم وبين فهد ان فرح هتركب معاه العربية، وفعلا فرح نزلت العربية وركبت مع فهد. ودانا هنا اعتقد ان هي ممكن تكون كانت كلمت فهد وعرفته معلومة بحيث ان هو وفرح يتخانقوا مع بعض، وبما ان فهد عصبي حصلت هنا المشادة اللي بينهم وبين بعض في العربية. المهم ان فرح اتقتلت، وهنا دانا استغلت الموقف وصورته وهو بيركب العربية، وصورت النمرة بتاعت العربية وقعدت تولول والفيلم الهندي اللي حصل ده. وبعد كده طبعا فهد لو هنفترض ان هو قتلها من غير ما يقصد او في حالة عصبية فبالتالي هو مش في وعيه، يعني قتل هنا مش مع سبق الاصرار والترصد، فالحكم الحكم بيختلف.
راح وديها المستشفى. دانا اعتقد انها مشيت وراه بالعربيه مثلا وصورت الموقف ان هو بيعدل العربيه اكنه هرب من المستشفى. ده استنتاجي بناء على التحليل البسيط ده وبناء على المعطيات المتضاربه الرهيبه اللي انا سمعتها. لكن ايه هي الحقيقه؟ الله اعلم. انا ما اقدرش اجزم بحاجه لان علم اليقين هو الموت فقط في هذه الحياه. لكن انا اقدر اقول لك ان تحليل الفراسه اللي هو التحليل بناء على سمات الوجه ده بيوصل لنسبه من 92% ل 98%. خلينا نعتبر ان هو 92%، فالكلام بتاعي ده بناء على المعطيات اللي عندي مظبوط بنسبه 92%. في 8% ينفع يكونوا غلط، بس لازم برضو تحط في اعتبارك ليه اهل فرح عمالين بيحاولوا يسوقوا سمعه القاتل بطريقه غريبه. مره يقولوا عليه مصري، اليومين دول بيقولوا عليه انه هو فلسطيني وهو اصلا كويتي مجنس من الدرجه الاولى. الكويت ليها كذا جنسيه. ليه عائلاتها بيدخلوا يتفرجوا على الفيديوهات اللي بتنصف فهد او على الاقل حتى بتتكلم بحياديه، بيدخلوا يقعدوا يغلطوا ويشتموا ظنا منهم ان اليوتيوب ممكن يقفل الفيديو بالطريقه دي؟ ولدرجه ان انت لما تسمع الكومنتات بتاعتهم وتتفرج عليها هتستنتج ان الناس دي ما اتفرجتش على الفيديو اصلا. ليه بيقولوا ان احنا ما نعرفش فهد ده اصلا ولا شفناه قبل كده، في حين ان هو عامل لهم توكيل من سنتين؟ وبس مش عايز اطول عليكم، قولوا لي ايه رايكم بناء على التحليل ده. اهل فرح طبعا اعتقد انهم هيدخلوا يغلطوا دلوقتي لان انا تقريبا كنت بتكلم بحياديه شويه، فده طبيعي جدا. فاي حد هتلاقيه بيغلط اعرف على طول انه من تبعها، والمفروض الحكم بتاع القضيه دي يوم 13/9، يعني بعد تقريبا 4 أيام من نزول الفيديو ده. هنشوف بقى القاضي هيحكم بايه، هل هيحكم بالاعدام فعلا على فهد ولا هيحكم عليه بعدد من السنين؟ الله اعلم. احنا نطالب بنصر المظلوم ايا كان، وانا عن نفسي بطالب بحق فرح ايا كان بقى حقها عند اختها عند فهد ايا كان. هي النهارده دلوقتي في دار الحق واحنا في دار الباطل. وبس، سلام.